اللي كان عنده جرأة ان هو يزعق لك في الملعب؟ يزعلي؟ مين ده؟ لا ما كانش حد بيزعقلي والله. لا والله لا ما كانش حد بيزعقلي خالص، يعني ما كانش حد. لا بس لو لا لو عملت حاجه غلط وحد ازاي يعني يا كابتن ينقدني او يزعقلي او يقول لي اللي بتعمله ده؟ لا كتير والله الناس بتنقد وانا بلتزم. يعني زي أنا مين؟ زي مين؟ اسم كده، اسم لعيبه الاهلي يعني. زعلي انا مره وائل جمعه اتخانق معايا ماتش السوبر، كنت ماسك حد في ال 18 وجاب جول، تعادلنا 1-1. وائل جمعه جه اتخانق معايا، كان بيمسكني من هنا بيخنقني في وسط الماتش. رحت جايب جول السوبر مصري ولا افريقي؟ سوبر افريقي. افريقي كسبناه 4-1 او 3-1 هنا كايزر تشيفز تقريبا. ممكن 4-1. ففي لا طبعا انت جبت الجون الثاني. فعلا اللي بعد التعادل. فلا في طبعا في ناس بتزعق وفي ناس لما بعمل حاجه غلط اللي بتعمله ده وبتاع وبعتذر يعني برفع ايديا. مش انا مش فوق القانون. لا ايوه كلها هي كانت روح حلوه بينا وبين بعض بصراحه في الفتره اللي انا لعبتها في الاهلي. يعني الواحد بيفتقد طبعا الحاجات دي كلها. زعقت مره لابو تريكا؟ ابو تريكا؟ طبعا مش زعيق يعني معدة ما اتحركش مثلا مره بسرعه فاقول له ابو تريكا يقول لي اهدى شويه استنى ما اعرفش معلش طبعا في كلام في دايما كلام بيننا وبين بعض بس بكل احترام يعني. تمام. ابو تريكا وبركات وجمعه الناس كلها كنا بنتكلم مع بعض يعني لمصلحه الفرقه دايما يعني. طبعا طبعا طبعا. طيب